الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المرحوم الطبرسي يذكر بعض روايات فضل العلم والعلماء قبل الدخول في صلب البحث وهو مناظرات واحتجاجات النبي الاكرم صلى الله عليه واله والائمه المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام في الروايه عن امير المؤمنين كمقدمه انه عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه شرف العلم ذاتي لا شك في ذلك طبعا العلم يرتبط بمتعلقه المتعلق يعني العلم إن كان مطلوباً فالعلم يكون مطلوباً، وإن كان متعلق العلم مبغوضاً فالعلم مبغوض، وبعبارة أصح، العلم مقتضى للحسن والجهل مقتضى للقبح، مو علة تامة وإنما بلحاظ المتعلق. طيب، هناك حدود خمسين آية في الآية في القرآن الكريم تشير إلى ضرورة اقتران الإيمان بالعمل الصالح الإيمان أمر بالجنان ترتبط يرتبط بالجوانح والعمل الصالح يرتبط بالجوارح بفعل الإنسان حدود خمسين آية تتكلم عن الايمان والعمل الصالح، الذين امنوا وعملوا الصالحات، واحد لا يكتفي بانه الحمد لله كما هناك شبهه ان قلب الانسان يجب ان يكون سليما، مو مهم العمل، لا، القلب مهم وليس كل شيء، العقيده، الايمان هذا مهم جدا ولكنه ليس كل شيء العمل الصالح يجب ان يقترن بالايمان، كما ان العمل الصالح بوحده ايضا هذا لا ينفع. واحد يعمل الصالحات ولكن بالرياء، للسمعه وليس هو بمؤمن مثلا بالله عز وجل، هذا ما ينفع. اقترانهما. العمل الصالح بعد الايمان. ومن اهم الاعمال الصالحه، بل اشرف الاعمال الصالحه هداية الناس لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس او خير لك من الدنيا وما فيها. هدايه الاخرين هذا افضل الاعمال على الاطلاق. لذلك هناك التاكيد الشديد على ان يدخل الانسان في علوم اهل البيت. يتعلم علوم اهل البيت. يعلم هذه العلوم للاخرين، ينقذ الناس من الجهاله وحيره الضلاله. الانبياء المعصومون عليهم افضل الصلاه والسلام، الائمه المعصومون، هؤلاء شنو كان هدفهم؟ استنقاذ الناس من الجهاله والضلاله هذا كان هدفهم هذا اعلى الاهداف واهم الاهداف، الان هذا الهدف من الذي يقومه يستمر في ايصال الناس اليه؟ العلماء. فاذا اعلى الاهداف اللي كان هدفه رساله الانبياء والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام هدايه الناس ارشادهم الى العقائد السليمه الى الافعال الصحيحه هذا الهدف العله المبقيه لها بعنايه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام العلماء يعني العلماء وسطاء الفيض الالهي لايصال الناس الى هذا الهدف لذلك قلم العالم يكون افضل من دم الشهيد الشهيد يدافع عن حياض الاسلام وتراق دمه الطاهره لاجل الدفاع عن الاسلام والمسلمين هذا له اجر كبير عند الله، واحد يخسر حياته. اذا واحد يخسر شويه من ماله ايش قد يتاثر؟ اذا خسر بارادته جميع امواله، يمكن واحد يجي يطلع من كل امواله؟ كل امواله يبذلها في سبيل الله، هذا مستبعد جدا. لان الانسان متعلق بامواله، متعلق بالحياه. واحد يخسر اجزاء بدنه هذا صعب. أن يقدم الإنسان عينه يده رجله والإنسان حاضر أن يخسر كل شيء ليتمسك بهذه الدنيا طبيعة الإنسان الملك حاضر يبيع سلطنته ومملكته وكل ما يملك حتى يعيش يوم أكثر إذا الإنسان متعلق بالحياة هذه الحياة الشهيد يقدمها لماذا؟ للهدف الأسمى للدفاع عن ثغور البلاد الإسلامية ولكن مداد هذا العالم أفضل من دم الشهيد لماذا؟ لأن مداد هذا العالم يوجب حفظ الدين لولا العلماء لن معالم الدين هؤلاء وسطاء الفيض الإلهي لذلك في التوقيع المبارك إنهم حجتي عليكم يعني هؤلاء رواة الأحاديث الفقهاء هؤلاء حجة الله على الناس فمن هنا يظهر أهمية العلم لاحظوا هذه الرواية في الاحتجاج وبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن العسكري عليهما الصلاة والسلام قال قال علي بن أبي طالب عليهم السلام من كان من شيعتنا عالما اذا الشرط الاول من شيعتنا عالما بشريعتنا الشيعة فيهم العوام وفيهم العلماء لا هذا يكون من صلف العلماء وعالما بشريعتنا هسه بعض الشيعة يعلمون علوم اليونان هذا مو شريعة الأنبياء والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام علوم الغير عالما بشريعتنا فاخرج طيب هسه كثير من العلماء احلاس بيوتهم احلاس بيوتهم يعني ما يرتبطون باي واحد ولا يبذلون ولا يزكون علمهم فان زكاه العلم نشره لا فاخرج فهو عطف التفريع يعني بعد ان كان شيعيا وعالما وعالما بالشريعه اخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمه جهلهم الى نور العلم، الجهل ان كان بسيطا ان لا يعلم الانسان وان كان مركبا فيتصور انه يعلم وهو جاهل فهذا جهل وظلمات اخرجهم من الظلمات الى نور العلم من الظلمات إلى النور الذي حبوناه به. الحبوة ما تعطى للولد الأكبر يعني مقتنيات الأب الجيدة. في اللغة الحبوة يعني العطاء بلا عوض يمكن واحد يقول هذا العالم تعب صرف من عمره تعب على هذه العلوم. لا ليس العلم بكثرة التعلم بل هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء هذا الحب وهذا النور يمكن واحد كثير يعلم بس ينحرف وما أكثر العلماء الذين كانوا ع... كانوا على أبواب السلاطين علماء سوء العلم غير التقوى فهذا النور العلم مو صرف العلم أن يعلم كثير من الأحيان واحد يعلم بالمحرمات ويرتكبها <applause> العلم ما يمنع الإنسان من دخول النار وما يدخل الإنسان إلى الجنة فإذا هذا النور صحيح لا يقال أنه إذا ننتظر حتى الله عز وجل يفيض علينا من نور العلم كلا دنيا الأسباب والمسببات كل شيء بقدر واحد يسلك هذا الطريق علما ويكون معه أيضا تكون التقوى معه العلم بدون التقوى لو كان للعلم من دون التقى لكان افضل او اشرف اهل الارض ابليس العلم مع التقوى اذا مو صرف العلم وانما هذا النور المحب لذلك ترى كثير من الاعلام كان ينقل السيد العام حفظه الله يقول احد العلماء اللي صرف كثير من وقته في سبيل العلم وله كتب عميقه في الفقه والاصول الا انه مغمور جدا يعني واحد ما يستمع له اصلا ما يشوفون كتبه مو مطروحه اراء مع ان له اراء مبتدعه جيده يعني ابدع فيها قالوا في انا كنت اشوف كتابه في مره من المرات رايت انه في بعض كتبه انه بطريقه اهان احد الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام بطريقه يعني مو هو قصده ولكن شبه فعلا للامام شعيره من شعائر الامام مثلا بشرب الخمر بس مو قصد هذا صرف التشبيه والا هو عالم وقد يكون متقي زله قالوا بعد ذلك عرفت كيف الله عز وجل سلب توفيق علم هذا العالم ان ينتشر فيما بعد ماكو توفيق صحيح هو عالم وان شاء الله الله يغفر هذه الزله له قالوا انا السيد العام كان يقول يقول انا اتعبت نفسي لانه كنت مؤلف اراء في بعض كتبي جايب اراء فرحت دورت كل كتب المخطوطه شنو اراء حتى احذفها اذا واحد هالشي يعني في هالمستوى الله يسلب توفيق ان يكون رايه مثل راي الشيخ الاعظم الانصاري اللي هو محور المباحث العلميه في من بعده طيب فيقول العلم الذي حبوناه به هذا العلم نحن أعطيناه بلا عوض منة إلهية على الإنسان التأسلك الطريقة الصحيحة اتعب ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللآلي مو واحد يقعد يقول اللآلي خلي تجي إلي الله يعطيك اللؤلؤ إذا غصت في البحر الله يرزقك إذا رحت عملت هذا قانون الدنيا الأسباب والمسببات جاء يوم القيامة هسه هذا العالم الكبير جاء يوم القي... جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور هاي روايات متضافرة موجودة روايات متعددة روايات بل متواترة في فضل العالم لاحظوا كتاب البحار الكتب الأخرى جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور ليش على رأسه تاج من نور مو انه هذا علم انتشر اخرج الناس من الظلمات الى النور فيتوج بافضل عضو في بدنه اللي هو الراس بتاج ينتشر النور من هذا التاج يعني هناك مناسبه بين ما يعطى في يوم القيامه وما اعطاه في الدنيا هو يضيء لجميع اهل العرصات يوم القيامه عرصات مختلفه متعدده مواقف متعدده كل هذه المواقف تضاء من تاج هذا العالم وحلة لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها حلة لا تقوم او لا تقوم العلامة المجلسي في البحار يقول بالتشديد لا تقوم لا تقوم يعني من التقويم او لا تقوم يعني لا يقاومها أي شيء في الدنيا فكل الأمرين جائزة حلة لا تقوم لأقل سلك منها خط من هذه الحلة الدنيا بحذافيرها الدنيا بكل ما فيها هذا يعني بأجمع حذافيرها يعني بأجمعها ثم ينادي مناد يا عباد الله هذا عالم من تلامذته بعض علماء آل محمد هذا عالم من تلامذة بعض علماء العلماء علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل من المقصود بالعلماء؟ الأئمة المعصوم المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هؤلاء العلماء هذا بالمصداق الأتم أو هو المقصود ويمكن أن نقول لا بما أنه علومنا عبر الرواة عبر العلماء السابقين فنحن عيال على علومهم فالفقهاء الذين استفادوا الآن ينشرون دين الإسلام هؤلاء من نتيجة على مائدة العلماء السابقين فالمقصود بعض علماء آل محمد إما الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام وهذا قطعي أو يمكن أن نقول المقصود أيضا العلماء السابقون وكذلك الرواة الذين كانوا في عهد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة الجهل بس شنو في يوم القيامة أي واحد اللي وصله نور علم هذا العالم وفي الدنيا أخرجه من حيرة الجهل الجاهل محتار ماذا يصنع أخرجه من حيرة الجهل هنا يشفع له ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره يتمسك بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة جنان هذه العرصات حيرة في يوم القيامة مقدار يوم من خمسين ألف عام شلون هذا الفرار واحد هناك يتشبث ويخرج ببركة هذا العالم لذلك هل يقاس العالم بالعابد العابد إن كان جيدا مؤمنا فينقذ نفسه هو هذا أما العالم فيسبب إنقاذ اخرين ايضا ليخرجه من حيره ظلمه هذه العرصات الى نزهه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا ولو مساله بسيطه او فتح عن قلبه من الجهل قفلا قلبه مقفول بالجهل فتح قفلا من الجهل علمه مساله عقائديه هداه الى مساله فقهيه أرشده إلى قضية أخلاقية في بيته خارج البيت لذلك العلماء السابقون هؤلاء كلهم أو جلهم كانوا أهل موعظة مو أنه يكتفي مثلا بذكر المسألة الشرعية الفقهية لا شوفوا الأمالي روايات المختلفة التي ينقلوها كثير منها روايات أخلاقية كثير منها روايات ترشد الى السعاده في الحياه الدنيا، السعاده الزوجيه، السعاده العائليه، طريقه التربيه، صرف من الروايات الفقهيه فقط. او اوضح له عن شبهه. الشبهات مرتع الشيطان. لان الشبهه تشتبه بالحق او تشبه الحق فهنا محل صولان وجولان الشيطان، يجول ويصول. لأن الإنسان ما ينحرف دفعة إلا هناك شبهات تتراكم على قلبه بهذه الشبهات هذه الشبهات تسبب زيغ قلبه وانحرافه عن الجادة هذه الشبهات المتراكمة لذلك يقول وأوضح له عن شبهة يعني عنده شبهة يبين هذه الشبهة هل هذه الشبهة التي ذكرت وما أكثر الشبهات في هذا اليوم احد الاصدقاء كان ينقل يقول اكثر في النت اكثر من ثلاثة آلاف شبهة عن الشيعة هسه شبهات كثير منها واهية كثير منها مغالطات دقيقة من الذي يزيح هذه الشبهات؟ العلماء مو شغل العابد العابد هو يدخل الجنة العالم مع فئات وفئات يدخل الجنة لذلك هذا اهميه العالم بالنتيجه استمرار شرع الله بوجود هؤلاء العلماء طبعا بفيض من الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وبهذا الاسناد روايه اخرى ايضا في فضل العلم والعلماء عن ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال قال الحسين بن علي عليهما السلام فضل كافل يتيم آل محمد من يتيم آل محمد يفسره المنقطع عن مواليه اي واحد يعني احنا ايتام آل محمد انقطعنا عن الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف احنا الايتام الشيعة الآن في هذا الزمن كلهم أيتام أنا وعلي أبوا هذه الأمة انقطعنا عن أبينا عن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الناشب في رتبة الجهل نشب الشيء في الشيء كما في اللغة علق فيه تعلقنا بالجهل وعلقنا في الجهل لا نقدر لا نتمكن من أن نخطو إلى الأمام أو نرجع إلى الخلف متورطين اللي يكفل هذا اليتيم وبالفعل هذا يتيم كما مضى يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه ياخذ ايده ويرشده يسحبه مما علق فيه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كافل اليتيم جدا له روايات متعدده في فضل كافل اليتيم اللي يطعمه يسقيه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه هكذا اشار بسبابته والوسطى في الجنه هكذا يعني مقامه كانما شويه انزل من مقامي هذا كافل اليتيم واليتيم المتبادر من يعني من يكفل الايتام اللي فقدوا ابائهم. في روايات متعدده من عال يتيما حتى يستغني عنه يعني كبره الى انه هذا اليتيم كبر وراح اشتغل وصار صاحب ثروه صاحب مال بعد ما يحتاج الى هذا الراعي وهذا الكافل. من عال يتيما حتى يستغني عنه اوجب الله له بذلك الجنه اوجب الجنه هذا امر عظيم عند الله عز وجل وامير المؤمنين سلام الله عليه في الشعر المنسوب اليه ما ان تاوهت من شيء رزئت به كما تاوهت للايتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الاسفار والحضر امير المؤمنين اعظم خلق الله يقول اهي لليتيم تختلف عن باقي اهاتي ولكن هذا كافل اليتيم، ايش قد له اجر عند الله؟ ولكن كافل يتيم من ايتام ال محمد، نسبته الى هذا الكافل شنو النسبه؟ كفضل الشمس على السهى، الشمس هذا الكوكب النير على السهى، السهى كوكب خفي في بنات النعش عند الثانية من البنات كما يذكرون يمتحن الناس به ابصارهم هذا السها يعني اذا واحد يريد يشوف عنده قوة في البصر او لا عنده ضعف في البصر يقدر يشوف السها كوكب السها ام لا؟ البعض يشوفون حاد النظر يشوف السها اما ضعيف النظر ما يقدر يشوف السها تقيس الشمس بالسهى اصلا هذا يقاس تقاس الشمس بالسهى؟ لا تقاس الشمس بالسهى فكافل يعني العالم الذي همه ان يخرج ضعفاء الشيعه من الظلمات الى النور والى الجنه يهديهم الى الجنه حكمه حكم الشمس في الوضوح بعد واحد يمكن انه يقول انا ما اشوف الشمس إلا إذا يكون في عينه خلل بعد مو أنه صاحب عين طبيعية أو يكون بصير أعمى طيب وبهذا الإسناد نقرأ أيضا هذه الرواية ونكمل البحث عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام قال قال الحسين بن علي عليهما السلام من كفل لنا يتيما قطعته عنا باستتارنا من نقدر نظهر محبتنا إليه يعني الامام يرحى الشيعه نمرض لمرضه نرعاهم روايات متعدده موجوده يدعو الامام فانا ما اقدر الان احس بدفء محبته الامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وذلك لقصورنا نحن الشيعه ولا هو الامام هو موجود نحن غبنا عنه ولم يغب عنا ولا الكثير ممن صفوا نفوسهم وصلوا بمحضره المبارك وتشرفوا بلقائه بس يحتاج واحد هو يصفي نفسه طيب فواساه من علومنا واصاه المواساة يعني يخفف من آلامه يخفف من حزنه شلون بعلومنا يجي يبين لعلومنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه وفي تعبير سقطت هذا التعبير اللطيف مثل المطر شلون يسقط هذه الرحمة الإلهية تهطل على الإنسان كأنما علوم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تسقط إلينا تنزل إلينا هكذا حتى أرشده وهداه أخذ بيده ووصله إلى الطريقة شاب منحرف تكلمت وياه حاولت وياه وصرفت أعصابك ووقتك إلى أن هديته شاب مخالف جبت إلى طريقة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هسه سواء حقيقة أو على العالم المجازي يمكن ساحة الحوار كثيرة عبر طرق مختلفة واحد يؤثر على الآخرين قال الله عز وجل أيها العبد الكريم المواسي لأخيه خففت عن حزنه ما دام ما يقدر أن يتلقى محبة الإمام مباشرة شنو هذا الحزن العظيم فأنت خففت عندما أوصلت له علومنا أيها العبد الكريم الله عز وجل يقول أيها العبد الكريم المواسي لأخيه أنا أولى بالكرم منك أنت واسد خففت من حزنه من آلامه أنا أولى بالكرم الله بيده خزائن السماوات والأرض عندما يعطي 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 بلا حساب ولا تنقصه كثرة العطاء إلا جودا وكرما هذا الكريم اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان شنو بعدد كل حرف علمه الف الف قاصر واحد في الدنيا يدور على فد بيت شوي يكون مرتاح دي الف الف قصر وضموا اليها ما يليق بها من سائر النعيم في القصر يحتاج خدم يحتاج حور يحتاج ارائك يحتاج طعام كل شيء يحتاج القصر بعد فضموا الى هذه القصور كل هذه الامور. الله يعطي لو ارشد الانسان يتيما واساه بروايه بنصيحه فلا يبخل الانسان على الاخرين النصح. اي واحد يتكلم وياه، اي واحد يمكن يمكن الان ما يتاثر بكلامك، تقول هذا معاند بس هذه الكلمه قد تغير مجرى حياته 180 درجة وراء 20 سنة هذه هي العلة جزء العلة يمكن مليون من هذه الأجزاء تجتمع فيتغير أحد الأساتذة في الشامات أعلن استبصاره وتشيعه قالوا له كيف تشيعت قال من مصرع من ابيات ابن الحجاج او جزء من مصرع انا كنت ادرس في الجامعه فوصلت في كتب البلاغه في الجامعه في دمشق فوصلت الى جزء من مصرع ابن الحجاج رحمه الله حفيد ذاك السفاك المعروف الحجاج ابن يوسف لعنة الله عليه هذا ابنه يعني حفيده طبعا حفيده يمكن السادس السابع هذا من أفضل الموالين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن الشعراء يقول في جزء من أشعاري كاتب لم أكتم كما كتموا يقول أنا وصلت إلى هذه هذه الكلمة لم أكتم كما كتموا استغربت قلت في نفسي ما الذي كتموه وابن الحجاج لم يكتمه هذه الكلمة هي التي سببت أن أذهب وأبحث ماذا كان ما هي عقيدة ابن الحجاج وكيف وصل وبعد فترة يمكن من الفحص والتحقيق يمكن سنتين ثلاث سنوات أنا استبصرت ووصلت إلى هذه القناعة هو واحد ما يبخل حتى بكلمه واحده اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن ننتفع بعلوم اهل البيت عليهم افضل الصلاه واسك السلام وان نتمكن من ان نكفل بعض ايتامهم هذا وصل الله على محمد وآله الطاهرين